الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. وبعد أحبابي في الله، حلقة جديدة من السلسلة المفيدة، سلسلة قناة مصدق رسم. وحلقة اليوم إن شاء الله نتناول فيها موضوع الإدماج، لأن كثيرا من أحبابي كيلقوا صعوبة في إدماج الألوان. تابعوا معي. كيف ما ديما أحبابي، الطلق ديالي أكريليك فوق اللوحة ديالي اللون الأصفر اللي كان نصبغه فوق لالين دوريزون أو خط الأفق، لون أصفر طبيعي بدون أي لون آخر. الفرشات كيف ما كتلاحظوا فرشات متوسطة، الضربات سهلة وبليونة، وأنا راه درت طلق ديال الأكريليك كيف ما قلت لكم. هنا لونين، الأزرق والبنفسجي في أفق السماء. غادي نحاول ما أمكن ندمج ما بين اللون الأصفر واللون البنفسجي والأزرق بفرشات أخرى. لاحظوا الطريقة المعتادة، السهولة والبساطة دائما في الاتجاه اللي غادي يتلاقوا فيه اللونين. غادي نحاول ما أمكن نجيب فرشات جديدة وندمج اللونين. ودائما الإدماج خاصو يكون بدقة عالية باش نعطي المنظر ديالي النظارة والتقنية العالية. لاحظوا كيفاش كنضرب الفرشات ديالي وكندمج بين اللونين. لاحظوا الفرشات كيف هي، اللون البرتقالي القاتم اللي غادي نحاول ما امكن نقسم به اللونين. وهذه الوان السحب اللي غتكون في الشفق. لاحظوا كيف تنسجم الالوان مع بعضها البعض بالطريقه ديال الادماج. وانا هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ما امكن التقنيه نبينها اكثر، تقنيه الادماج ديال الالوان. وبالادماج ممكن نرسموا لوحات طبيعيه هائله، لان اغلبيه الرسام كيعتمدوا على التقنيه ديال الادماج. اغلبيه اللوحات ديالهم، اغلبيه الاعمال الفنيه ديالهم. لاحظوا كيف ادمجوا اللون، اللون البرتقالي كيتدمج في اللون الاصفر بواحد السهوله وليونة، وكتكرر العملية. وفي التكرار دائما كنلاحظوا التقنية والسهولة والبساطة. اللون الأزرق مع شيء من الأخضر والبنفسجي باش نحاول ما أمكن نزيد شيء من السحب في الأفق ديال السماء. غيرت الفرشات ديالي، لاحظوا كيف ما كان نتبنى وكيف ما كان نقول إخواني دائما، السهولة والبساطة والليونة في المعاملة مع الفرشات والألوان. هنا اللون الأسود والبنفسجي وشيء من البرتقالي اللي غادي نضيف سحب أخرى فوق البرتقالي. لاحظوا كيف كتكون طريقة ديال الإدماج والسهولة ديال الإدماج. دائما اليد ديالي ما كتوقفش على العمل في الإدماج، كل ما دمجت أكثر كل ما كتبان الواقعية في المنظر والجمالية في المنظر. لاحظوا الإدماج من الفوق من التحت، كنضرب ضربات مبعثرة أحيانا وأحيانا بدقة كي أضفي على المنظر الواقعي الأكثر. لاحظوا كيف تبدو الضربات، كيف يبدو اللون. لاحظوا أحبابي دائما بنفس التقنيات وبنفس الأدوات كنحاول ما أمكن نعطي الألوان ديالي الواقعية
كنزيد مرحله اخرى ديال الادماج باش نحاول ندخل اللون في اللون. لاحظوا بنفس الضربات يمينا شمالا فوق تحت. دائما احبابي لاحظوا هنا وهناك كنحاول ما امكن نشد الفرشات ديالي بسهولة. هنا الإضاءة ديال الشمس من تحت الحمرة اللي كاينة في الشفق، زدت اللون الأبيض مع الأصفر، غادي ندرج الألوان هنا وغندمجهم بسهولة. بعد الترتيب ديال الألوان كيجي الإدماج. هنا اللون الأصفر والأبيض غنحاول ما أمكن نضيف شي سحب فوق اللون الأسود والبنفسجي بنفس الفرشاة، ما كنغيرش الفرشاة تماما، وبنفس الضربات كنحاول ندمج ونعاود ندمج ونكرر حتى كتبان الألوان منسجمة مع بعضياتها. لاحظوا كيفاش كندمج الألوان، كنعاود نضيف هنا اللون الأبيض إلى الشفق لتظهر لي اللمعة والبراقة ديال الشمس. اللون الأبيض هنا زدته مع اللون الأصفر، حاولت نزيد شيء من الأبيض باش يعطيني هنا لون الإضاءة أكثر. وبنفس الفرشاة دائما ما كنغيرش الفرشاة، لاحظوا دائما دائما أحبابي. هنا التلة اللي غتكون في المقدمة ديال الخط الأفق، وغادي نحاول لونها بهذا اللون لأنها في المنظر كتبان بعيدة وكتنعكس عليها أشعة الشمس، لذلك عطيت هذا اللون، هذا اللون اللي كيكون قريب من السماء، لأن اللوحة كتكون طبقات. هنا اللون الأصفر اللي كيبين لي انعكاس ديال السماء في المياه، اللون ديال الرمال اللي غتكون تحت الأمواج، الأصفر والبرتقالي، وغندمج بيناتهم إن شاء الله. بنفس الفرشاة كنحاول ما أمكن نخدم اللون اللي خدمت فيه الأفق ديال السماء الأصفر، والطبقة ديال الأصفر اللي خدمت بها اللون ديال السماء كنخدم بها اللون ديال الرمال تحت. لاحظوا هنا اللون البرتقالي اللي غادي نعطيه واحد الشكلية شيئا ما فاتحة على لون السماء ليظهر الانعكاس ديال السماء في الرمال وفي المياه. لاحظوا دائما كيفاش كن نمسك بالفرشات ديالي، كيفاش كنتعامل مع الألوان. وأنا أتمنى من أحباب الكرام باش يتعلموا مني هذه الطريقة ديال السهولة اللي كنتبناها دائما في الفيديوهات ديالي. لاحظوا الإدماج فرشات أخرى، وسهولة الإدماج فرشات كتكون بدون صباغة، كنحاول ما أمكن نلينها بشيء من الماء أو شيء من صباغة بيضاء أو بدون صباغة أحيانا لكي تعطيني هذه الطريقة ديال الإدماج. هنا الانعكاس ديال السحب في المياه، استعملت اللون الأصفر والبرتقالي، حاولت ما أمكن نزيد الأصفر باش يعطيني ذاك الانعكاس الحقيقي ديال الأمواج في المياه. والفرشات غيرت الفرشات ديالي، لاحظوا دائما خطوط أفقية اللي كتجي مباشرة تحت خط الأفق. هنا الأمواج، الأمواج ديالي اللي غنحاول ما أمكن نحاول نحددها بالمعالم ديال اللون، ثم غنعطي هنا اللون الأصفر مع الأبيض ليظهر لي انعكاس الأمواج أو انعكاس السماء في الأمواج
من بعد غتبان هاد الجماليه ديال الموجه وكيفاش ترسمت وكيفاش بان الانعكاس ديالها. لاحظوا هنا اللون البنفسجي مع شيء من الابيض اللي كيعكس ليا اللون ديال السحب. وبنفس الفرشاه كنضرب الضربات السهله اللينه الممتنعه. لاحظوا هنا الامواج الصغيره اللي كتكون في المقدمه ديال الخط الافق. وبنفس اللون اي البنفسجي هنا اللون الازرق مع اللون الاخضر مع البنفسجي كيعطيني هاد اللون الجميل اللي كيبين لي انعكاس ديال المياه في الرمال. هنا المؤخره ديال اللوحه اللي غادي نحاول نرسم هنا ان شاء الله الرمال والحصى الصخور. لاحظوا اللون كيف يظهر بفرشاة اخرى. كنحاول ما امكن نرسم على الجنب اليمين باش يبين لي انعكاس الامواج في الرمال. وكيف ما ديما الالوان عائله ما كنخرجش على الاطار ديالها. في اي لوحه من اللوحات ديالي او في اي عمل من الاعمال ديالي كنحاول ما امكن ندير عائله ديال الالوان لكي تنسجم مع بعضها البعض تعطي جماليه كبيره. هنا البنفسجي والاسود شيء من الازرق. لاحظوا والابيض. لاحظوا اللون لكي يعطي هنا كنقص من هذا اللون باضافه الابيض لكي ادرجه وكندمج اللون مع اللون. لاحظوا بنفس الفرشاه كنحاول ما امكن ندمج ما بين ثلاث الوان الازرق اللي هو خليط من الاخضر والبنفسجي والبنفسجي والاسود والتدرج ديال البنفسجي والاسود باضافه الابيض كندمجهم بثلاثه كيعطيوني هذه الجماليه. لاحظوا كنمشي على اليمين نفس العمليه كندمج. لاحظوا كنضيف اللون البنفسجي والاسود على البنفسجي. بنفس الطريقه كنخدم على الجنب اليمين وبنفس الفرشاه. هنا التقنيه ديال نحاول ما امكن نجيب واحد القطعه ديال القماش نخدم بها. لاحظوا كيفاش كندمج. هذه طريقه جديده غير لاحظوا احبابي مني ممكن تستعملوها. كيف ما قلت الرسام دائما اي تقنيه كتبان لي نافعه الابداع ديالو كيستعملها. ممكن نستعمل الكاعط نستعمل سميتو الفرشات نستعمل اي شيء اليد ديالي. هذه طريقه ديال الفنانه. هنا الجبل اللي غادي نخلط فيه ثلاث الوان الازرق او عفوا الاسود والقرمزي والبنفسجي والبرتقالي عفوا اربعه الوان اللي غتصنع لي هذا الجبل. لاحظوا بنفس الفرشاه فرشاه شيئا ما رقيقه. دائما الفرشاه الرقيقه كتعطيني تحاديد اكثر واجمل وادق في التفاصيل ديال اللوحه وفي الرسم. هنا كنحاول ما امكن ندير الطبقه الاولى ديال الضوء اللي في المقدمه ديال الجبل. استعملت فيها هنا البرتقالي وشيء من البنفسجي والاصفر وشيء من الابيض باش يعطيني انعكاس ديال السحب في الجبل وفي التله. وبنفس اللون كنحاول نخدم الجبل او الصخور القريبه. لاحظوا بنفس اللون كنحاول ندخل في التحاديد وفي لون الضوء اكثر في الجبل كي يعطيني الاضاءه اكثر. لاحظوا احبابي دائما بنفس اللون بنفس اللون كنحاول ما امكن نقرب من الاضاءه. لاحظوا كنزيد شويه الابيض والاصفر باش نعطي طبقه ثانيه في لون الضوء
اللي كاينه في الصخور، وطبقات لون الإضاءة لا حدود لها، كما أن طبقات الظل لا حدود لها. هنا كنحاول ما أمكن نخدم الانعكاس ديال الصخور في المياه، كندير لون أخضر وأزرق بنفسجي، كنزيد عليهم الأبيض، كنغلب الأبيض هنا باش يعطيني لون ديال الأمواج وانعكاس ديال الصخور. لاحظوا باش دمجت اللون من الأصبع ديالي. دائما كنستعمل جميع التقنيات باش نبدع ونعطي في الأعمال ديالي. الرسام دائما كيجيب الجديد، دائما كيبدع. كنزيد شيء من البنفسجي والأبيض باش نعطي ألوان الأمواج اللي كاينه في هذا الاتجاه من اللوحة، البنفسجي والأخضر والأزرق والأبيض كيعطينا هذا اللون ديال الأمواج. لاحظوا وبدقة متناهية كنخدم الأمواج ديالي. لاحظوا هنا في المقدمة ديال خط الأفق كنزيد شيء من الإضاءة فوق الأمواج بإضافة البنفسجي والأبيض. كنحاول ما أمكن نعاود الخدمة اللي خدمتها، ضربات ديال الأمواج بنفس اللون البنفسجي والأبيض. لاحظوا بنفس الفرشاة اللي رقيقة شيئا ما، كنحاول ما أمكن نزيد تحاديد هنا في الأمواج بنفس اللون، ما كنغيرش اللون ديالي البنفسجي والأبيض. لاحظوا انعكاس ديال الأمواج على الصخور طريقة، ونحاول ما أمكن بدقة متناهية نخدم الأمواج ديالي يمينا شمالا. حاول ما أمكن نتفحص جميع الضربات ديالي في اللوحة ديالي. لاحظوا نزلت في اللوحة، كنحاول ما أمكن بنفس اللون أو باللون الأبيض، اللون الأبيض كنخدم الإضاءة. أحبابي استفدوا مني دائما، وحاولوا ما أمكن تمكنوا من التقنيات. كنتمنى من الله تكون التقنيات كتعجبكم وكتستافدوا أكثر. كنحاول ندقق في التفاصيل بفرشاة رقيقة واللون الأبيض كنستعمله في الأمواج. لاحظوا ضربات لاحظوا دائما شوفوا أحبابي اللون الأبيض يمينا وشمالا على رأس الأمواج تحت الفوق باللون الأبيض. كنزيد وكنقص من الألوان باش يعطيني لون الضوء الأخير في انعكاس ديال الأمواج. هنا الموجة الأخيرة اللي كنضيف لها اللون الأبيض من الفوق باش تعطيني واحد الجمالية، يبان انعكاس ديال الموج في الرمال. فرشاة رقيقة باش كنخدم جميع اتجاهات ديال الأمواج. كنحاول ما أمكن نخدم بنفس الفرشاة، وكنحاول ما أمكن نمشي للتفاصيل أدق باش نخرج دوك التفاصيل وأظهر المنظر على شكله الحقيقي. لاحظوا بنفس اللون
ما كنغيرش اللون ديالي، الابيض دائما، وهو كما قلت اللون الاخير في الوان الضوء اللي كيعطي نضاره ونصاع اللون. هنا الحصى اللي كيكون في الرمال باللون الابيض، لاحظوا ضربات تحديدات. احبابي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون الفيديو نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا معايا. تحية طيبة لكم، اتمنى لكم اوقات سعيدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احبابي في الله، كيف ما شفتوا تقنيه الادماج تقنيه سهله. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون هذه الحلقه مفيده وتكونوا استفدتوا. ما تنساوش الاشتراك دائما والدعم لاستمرار القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.